الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود أسباب تمنع وصول الموازنة إلى المحافظات والوزارات، وقال عضو اللجنة محمد الشبكي إن هناك سببين لعدم وصول الموازنة إلى المحافظات، وهما فني وروتيني، مشيرا إلى أن المحافظات لابد وأن تقدم خططها إلى وزارة المالية لتصادق بعدها وزارة التخطيط عليها ومن ثم إلى المالية مجددا لتمويلها، وأكد أن بعض المحافظات لا تقدم الموازنة المخصصة للمصادقة عليها في الوقت المحدد، فضلا عن الروتين بين الوزارات المعنية وإدارة بعض المحافظات، وهو ما سبب عدم وصول الموازنة. أقرت اللجنة الزراعية النيابية في البرلمان الحالي بأن عمليات التهريب في المنافذ الحدودية مستمرة على قدم وساق، وأوضح عضو اللجنة جمال فاخر بأن التهريب مستمر في المنافذ الحدودية الجنوبية والشمالية رغم إعلان الحكومة عن اتخاذها إجراءات للحد من التهريب، مضيفا أن استمرار التهريب له تداعيات مباشرة على الاقتصاد ويمثل هدرا مستمرا للمال العام يقدر بمليارات الدينارات. كشف مصدر مطلع عن اتخاذ قرار جديد من قبل حكومة كردستان العراق برفع نسبة الضرائب 10% على المطاعم والفنادق والمقاهي، وقال المصدر إن مجلس وزراء كردستان العراق قرر فرض زيادة 10% على الزبائن الذين يرتادون المطاعم والمقاهي والفنادق من الدرجة الأولى، ويتهم نواب وقيادات كردية حكومة كردستان بأنها تقوم عبر ممارسات مختلفة بسرقة المواطنين في كردستان العراق. عكست بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر تموز الماضي استمرار تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بضغط انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة. وبحسب البيانات فإن قراءة مؤشر مديري المشتريات انخفضت بواقع 0.8 نقطة خلال تموز الماضي، مسجلا 49 نقطة مقارنة ب 49.9 نقطة في شهر حزيران السابق له. ووفق المؤشر فإن هذا الانخفاض يرجع إلى تراجع معدلات الإنتاج والطلبات المستمرة للمرة السابعة خلال 8 أشهر، رغم تحسن الظروف الاقتصادية العالمية الذي بدوره خلق معدلا للطلب أدى إلى تخفيف حدة التراجع الذي كان يتوقع أن يكون أكثر من ذلك. وصلت أسعار النفط مكاسبها لكنها ظلت في طريقها صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ آذار، حيث أثارت قيود السفر للحد من انتشار فيروس كورونا نسخة دلتا مخاوف بشأن الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 71.76 دولاراً للبرميل الواحد، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69.54 دولاراً للبرميل، لكن كلا العقدين تراجعا بنسبة 6% هذا الأسبوع. وتستعد اليابان لتوسيع قيود الطوارئ تشمل المزيد من المحافظات، بينما فرضت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم قيودا في بعض المدن وألغت الرحلات الجوية، مما يهدد الطلب على الوقود. انخفضت أسعار النفط لتقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأونصة، حيث تعرضت لضغوط من الدولار، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1799 دولارا للأونصة، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف شهر حزيران عام 2021، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1800 دولارين للأونصة. وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تلبى في أواخر عام 2022، وأن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء هذه الأصول العام الحالي.
ختام الموجز، إلى اللقاء.